في قلب الصحراء بالقرب من مدينة سمارة، حيث تختلط الحجارة بالرمال، تعمل أثلة من شباب المنطقة على استخراج هذه الحجارة واستغلالها ما دامت المورد الطبيعي الوحيد الذي تجود به الأرض في هذه المنطقة. هم أنشأوا وحدة صناعية بداية العام الماضي، يكسرون الصخرة ثم يصنعون منه مواد للبناء. المشروع جاء في إطار يعني الحد من البطالة خصوصا في صفوف الشباب العاطلين عن العمل، خصوصا في هذه المنطقه، لان هي منطقه كانت ضعيفه اذا بغينا نقولوا من حيث الموارد. هذه المجموعه اللي هي متكونه من 21 فرد من ابناء المنطقه دار هذا المشروع هذا باش يستوعب هذا العدد ديال الناس. من حجارة المنطقة ينحتون لقمة عيشهم، إبداعهم تقابلك به جنبات شوارع المدينة. وهم الآن صاروا يعملون بجد لجعل بضاعتهم في متناول زبنائهم حتى من خارج مدينة سمارة، كل هذا بفضل دعم الدولة لهم. التميز الذي تضفيه هذه الحشارة على العمران بسمارة لا تخطئه العين، بالإضافة إلى كونه عازلا طبيعيا لحرارة الشمس. مازال تنشوفوا مازال في البداية ديالو، اللي قدر يحقق واحد يعني واحد رقم معاملاتي ديال 20 مليون ديال السنتيم، مازال في البداية ديالو. ان شاء الله تنتمناو باش غادي تكون هذا الرقم المعاملاتي غادي يقدر يتزاد حتى 10%. مشروع بلغت تكلفته أزيد من 3 ملايين درهم رسم واقعا مغايرا يحمل الآمال لأبناء مدينة سمارة.